بجد تحيه بحضراتكم مره تانية، وبرحب بضيوف اللي مشرفيني ومنورين النهارده في برنامج الاشبال، الكابتن حسين شكري المدير الفني لفريق 2010. ازيك يا كابتن حسين؟ اهلا بيك. ازيك يا استاذ اسامه؟ وحشني كتير. الحمد لله ربنا يعزك. انا مكسوب اللي ما شفتكش. بقالنا فتره طويله فعلا. فتره طويله فعلا. وايضا يعني زميل الملاعب برضه كابتن كريم عادل عبد الفتاح، كان بالنسبه كان معايا في فريق الناشئين على طول، فريق 15 سنه و14 سنه، وكان هو كابتن الفريق. منورنا ومشرفنا كابتن كريم. ربنا يخليك يا كابتن سعيد ان انا مع حضرتك في قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك يا كابتن. نبتدي بقى بالمدير الفني كابتن حسين شكري. 2010 السنه دي، 2010 عندنا في قطاع الناشئين النادي الاهلي الاول بنلعب كام وجول في 2010؟ خمسة وجول. بيلعبوا مسابقات، بيلعبوا بطولات، المهرجانات اللي هي المهرجانات اللي هي البراعم ديت اللي احنا بنلعبها عشان مفيش نتائج والكلام ده كله. احنا لاعبين لحد دلوقتي حوالي 11 ماتش، 11 مباراه. دي في المهرجانات. اللي هو الدور الاولاني كنا 8 فرق، لعبنا 7 مباريات، وبعد كده دلوقتي بدانا الدور الثاني لعبنا 4 مباريات. النتائج ما شاء الله كويسه. دايما وانا هنا في برنامج الاشبال بقول ان النتائج بتاعت 2010 ما شاء الله، كسبنا المقاولين وكسبنا الفرق اللي بتنافسنا دايما في احنا كسبنا من ال 11 مباراه، احنا كسبنا المباريات كلها، ال 10 مباريات، وتعادلنا مباراه الاتصالات. يعني كسبنا مباريات كلها ما عدا مباراه الاتصالات. بس هقول لحضرتك حاجه، يعني اللي يهمنا برضو اكتر من كمان الـ 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 الفوز او المكسب بالمباريات كلها، ان الاداء ما شاء الله. الاولاد عندنا فرقه ما شاء الله بيلعبوا كوره ممكن تبقى اكبر من سنهم كمان. ده اللي عايز يعني اخده، ده الاهم. للكابتن كريم. كابتن كريم وانت شغال مع كابتن حسين مدرب العام، واحنا بنتكلم على 2010، المهم في السن ده ان انا اكسب، ولا المهم ان انا اشوف الولد عندي دايما بيتطور ومستواه بيتطور من مباراه للتانيه؟ طبعا انت عارف يا كابتن اسامه ان السن ده وسن البراعم ده مرحله تعليميه، انت بتعلم وبتاسس. تمام. هو المرحله دي هي اللي بيقعد عليها اللعيب طول فترات حياته في كره القدم. تمام. طبعا انت عارف انت كنت لعيب كبير في النادي الاهلي وابن النادي، النادي الاهلي بيعودنا طول عمرنا على المكسب. مفيش حاجه اسمها خساره، مفيش حاجه اسمها تعادل. انما احنا المرحله دي اللي يهمنا فيها ان انت تطور لعيب. انا ممكن اكسب ماتش بس اللعيبه تفضل مستواها زي ما هو، يعني المهم المستوى. ما هو المهم ان اللعيب بيتطور، وهو بيبقى فيه فروقات فرديه بين كل لعيب والتاني، واللعيب ممكن يتطور معاك بعد 3 شهور، لعيب يتطور بعد 6 شهور، لعيب بيتطور بعد سنه. انما مع التدريبات ومع التمارين ومع الاستمراريه اكيد اللعيب بيتطور، وده اللي يهمنا ان هو يبقى لعيب متعود من صغره على المكسب. بنعوده في النادي الاهلي ان هو ازاي يبقى بطل، ان هو يتعود ان ما فيش حاجه عندنا اسمها في النادي الاهلي تعادل وخساره. فبنعوده من صغره ازاي يبقى بطل، وازاي ان هو يكسب، وازاي لو مغلوب بيعرف يرجع تحت ضغط، يعرف يرجع للمباراه تاني ويكسب. ودي حصلت معانا في ماتشين السنه دي الحمد لله. كنا مباراه المرج كنا متاخرين 1-0، واللعيبه رجعت، واللعيبه كبار سن، يعني في فروقات في السن شويه، في اجسام كبيره جدا، وقدرنا نرجع الحمد لله وكسبنا المباراه. فالحمد لله النتائج كويسه جدا يعني، واللي جاي احسن ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن حسين عايز اخدك بقى لنقطه مهمه. دايما يعني ان احنا نبني من تحت او نعلم من تحت اصعب، ولا ان انا اشتغل مع فريق اكبر هو السهل بالنسبه لي؟ يعني ايه الاصعب في التدريب، ان انا اشتغل مع براعم بعقليه ولد صغير لسه عايز اوصل له المعلومه واشوف تفكيره وادخله، ولا ان انا اشتغل مع الناس الاكبر؟ بص، لو حضرتك هتتكلم على تدريب كمدرب، يعني المفروض ان انت يبقى عندك كل حاجه، كل حاجه، ان انت تذاكر كل حاجه. لو انت عايز دي مهنتك، وان انت يعني عايز تبقى شاطر في شغلك، او ان انت تبقى نمره واحد، او دايما بتسعى للتقدم كمدرب. تمام. لازم يبقى عندك كل حاجه. الاصعب طبعا الاولاد الصغيرين، لان الاولاد الصغيرين انت ما بتعلمش اساسيات الكوره وبس. انت بتعلم كمان قيم، مبادئ، تربيه، سلوكيات، اشياء كتيره جدا. مع الاولاد الصغيرين لازم قبل ما بتشتغل كمان ان انت بتعمل علاقه بينك وبين الولد، عشان الولد بعد كده يستجيب معاك في التمارين او الاشياء اللي انت هتديها له، لازم يبقى بيستجيب معاك. مش هيستجيب معاك الا لما يبقى في بينك وبينه علاقه كويسه. يعني بتنزل طبعا، بتنزل لازم الولد لازم بتفكيره طبعا كل حاجه. لازم، يعني دورك زي دور المدرس بالظبط. لانك انت ما بتعلمش برضو، بقول زي ما بقول لحضرتك، الكوره بس الاول قبل ما بتشتغل معاه كوره، عشان اتقبل منك اي حاجه بعد كده لازم تبقى في علاقه ود بينك وبينه كويسه. عشان بعد كده يقدر يتقبل منك حاجه، لان الولد الصغير من يعني عايزين نقول دايما صادق في مشاعره. يعني الولد الصغير مش هيعرف يخدعك. يعني لو حبك حبك، لو كرهك كرهك. واخد بال حضرتك ازاي؟ فلازم قبل ما تشتغل لازم يحبك، لازم يحبك طبعا ويحترمك والكلام ده كله، عشان المعلومه لما تيجي خلاص. بالظبط بالظبط بالظبط. عندنا القاعده في 2010 عدد اللاعبين، انا يعني دايما
بحب ان القاعده بتاعت البراعم تكون عندنا قاعده كبيره، كل ما بتطلع بالهرم بالفرق اللي بتلعب مسابقات تقل عدد الفرق، لازم القاعده عندنا 2010 في لعيبه كتير، عندنا مجموعه ما شاء الله كويسه، ودي حاجه برضه عملها كمان الاتحاد ان هو فاتح القيد في موضوع البراعم دوت، القيد مفتوح ودي حاجه كويسه ان انت توسع فعلا القاعده. لا في مجموعه طبعا، يعني في فروق طبعا في المستوى والكلام ده كله، بس هقول لحضرتك حاجه في المستوى، الولاد الصغيرين دول يعني ايه زي ما كان كريم بيتكلم من شويه، انت ممكن ولد يستوعب معاك بعد شهرين، بعد ثلاثه، بعد سنه، ممكن بعد سنتين ثلاثه، مرحله النمو والبلوغ، يعني كل الحاجات ديت انت لازم تبقى حاططها في اعتبارك برضو. في ولد بيبقى مميز جدا ومهاريا وكل حاجه بس ضعيف جسمانيا، فده ما ينفعش ان انت تمشيه برضو، لازم تصبر عليه وياخد برضو الجرعات التدريبيه بتاعته، لانه لما يوصل لمرحله نمو وبلوغ هتختلف طبعا. وده يعني بيبقى انا بشوف ان ده بيبقى افضل واحسن، لان ده الاساس عنده او الموهبه عنده متأصلة موجودة، بس حتة القوة وحتة القوة بالظبط هتيجي بعد كده، فده بيبقى أفضل وأحسن كمان من اللي هو بيبقى دلوقتي مثلا قوي أو سريع، أو الحتة المهارية لسه شوية أو الذهنية لسه شوية. فلازم تبقى عينك كويسة جدا، ومن أهم الشغل بتاعنا في البراعم إن عين المدرب اللي موجود ده لازم تبقى كويسة. أكيد دي أهم حاجة بالزبط. هو عملية الاختيار الانتقاء طبعا. الانتقاء. وهروح بقى لكابتن كريم، أنت كنت موجود السنة دي في الاختبارات صح؟ قول لي بقى الاختبارات اللي فعلا الاختبارات طلعنا منها مواهب انضمت للنادي الأهلي، مش 2010 بس، يعني في كل مدرسة الكرة والبراعم. وإحنا بدأنا يا كابتن بالاختبارات في المحافظات. كويس قوي. يعني كل مدربين قطاع البراعم وقطاع الناشئين اتوزعت على المحافظات، اللي راح أسوان، اللي راح أسيوط، اللي راح اسكندرية، اللي راح المنصورة. وبتبتدي بتختار اللعيبة على مدار الايام اللي انت موجود فيها في المحافظه. بتبتدي تختار اللعيبه، وبيبقى في تصفيات، ومن تصفيات اللعيبه اللي بتنجح في في الاختبارات ان هي بتروح جايه على القاهره، بنديهم مواعيد وبتيجي على القاهره. طبعا انت عارف يا كابتن بيجي لنا كل سنه بتاع حوالي 30 40 الف لاعب يتمنى يبقى موجود في النادي الاهلي. فلا كان في لعيبه كويسه كتير، وفي على مدار كل الاعمار، لان احنا اللجان كابتن فتحي طبعا بيبقى مقسم المدربين لجان للاعمار كلها، مش بيبقى سن ال 2010 لوحده، بتبقى من الساعه 8 الصبح لحد الساعه 4 او 5 المغرب بنبقى قاعدين في النادي، كل عمر بيخش لوحده. بس اسس الاختيار بتتم ازاي كريم؟ يعني انت وانت بتتفرج على اللعيبه الاول، الاختبار بيكون عباره عن ايه في اختبارات البراعم الصغيره كمان، وخاصه ان ممكن تلاقي اولياء امور كتير بيتفرجوا علينا ويتمنوا اولادهم ينضموا، الاختبار بيتم ازاي؟ هو الاختبارات الاول بتبدا الاول بالتسخين، ورم اب كده 5 دقائق بس، عشان الولد ما يبقاش جاي طبعا مشدود وتحت ضغط الرهبه. بنقف احنا تعليمات من الكابتن فتحي طبعا، ان احنا بنقف في الملعب، بنقعد مثلا باص واستلام تحرك. كابتن فتحي كان بينزل الملعب بنفسه برده. وبعدين بنعمل جيم كده تقسيمات، كل سن على حسب ما بيلعب العدد بتاعه في الملعب، بنعمل تقسيمات، وبيتم الاختيار بناء على زي ما الكابتن حسين قال، اهم حاجه الموهبه. ان انت عندك اساسيات الكوره، بتعرف تستلم، بتعرف تباصي، وبعد كده لما بينضم للفريق هي مراحل التطور مع التدريب بقى المرحله الاكبر. بتتم برضو كله كابتن اسامه يعني على الموهبه، اهم حاجه الموهبه زي ما كابتن حسين قال، عندك اساسيات كره القدم بتسهل علينا الامور كلها. يعني في الاختيارات يا كابتن حسين، في الاختبارات مش مهم ان انا ابص على الجسم، يعني في مدرستين، مدرسه تقول انا عايز جسم واصنع عن اللاعب حتى لو ما عندوش موهبه، وفي مدرسه تقول لا انا هاخد الموهبه حتى لو جسمه قليل مع سن البلوغ زي ما حضرتك بتقول وسن النمو، هتلاقيه راح في حته ثانيه. كابتن حسين شكري مع انهي مدرسه؟ انا مدرسه الموهبه طبعا. موهبه الاساس بتاعت الكوره. اساس الكوره. وبعدين احنا برضو طبيعه سبحان الله ان الولد بعد وقت معين ما هو هيكبر. يعني جسمه التكوين الجسماني بتاعه بيكبر، يعني الولد لما يبقى 10 سنين غير 11 سنه غير 12 سنه غير لما يوصل 15 سنه غير لما يوصل 16 سنه، طبيعي ان هو جسمه بينمو وبيكبر مع التغذيه مع التمرين مع الكلام ده كله، الجسم بيكبر. انما انا ما اقدرش ان انا اجيب ولد يبقى مثلا اساس الاختيار بتاعي ان هو العنصر البدني بتاعه، رغم ان برضه عشان ما نغفلش ان انت مثلا لو ولد عنده سرعات او الكلام دوت او قوه بدنيه كويسه والكوره بتاعته مش وحشه او قريبه، برضه يعني ده برضه بيتاخد في الحسبان، لانك انت لما بتيجي بعد كده تقيم لما الفرقه دي بتكبر انت محتاج الموهبه ومحتاج برضه القوه والسرعه. العناصر بتاعت اللعبه لازم تبقى موجوده في الفرقه، مفيش فرقه هتتعمل كلها تبقى مهاريه. مش مفيش فرقه هتتعمل كلها تبقى العنصر البدني بس هو اللي قوي والمهاره مش موجوده او الفكر مش موجود. لازم يبقى عندك العنصر ده وعندك العنصر ده. واخد بال حضرتك؟ فانا مع المدرسه اللي هي المدرسه بتاعه ان اهم حاجه ان اللعيب يبقى عنده الموهبه. كلنا زمان يا كابتن اسامه وانت عارف كده كويس، كان اساسنا احنا كانت الموهبه هي اللي بتبقى غالبه عن كل حاجه. تمام.
وساعدنا على كده كمان نظام المسابقات بتاعتنا اللي كانت معموله كانت بتنجحنا احنا من سواء منتخبات، كلنا لعبنا منتخبات ناشئين، كلنا لعبنا منتخبات مناطق، وكان في بعد الدوري المنطقه بتاعك كان في بيبقى دوري جمهوريه، كان في بيبقى دوري مناطق، كان في بيبقى دوري منتخب بينتقي منه منتخب مصر، كان في العناصر اللي تخليك تقدر ان انت لما تيجي تكبر في السن او ان انت توصل لمرحله الدرجه الاولى بيبقى خدت كل الاشياء اللي هي تاهلك ان انت تبقى لعيب بالظبط. لعيب فرقه يعني بتمنى من ربنا برضو عشان تبقى قدام حضرتك برضو البرنامج ناس كتيره بتشوف الكلام ده. الناس اللي هم بتوع المنطقه او الاتحاد اهتم كويس جدا ان انت تعمل مسابقه تنمي الولد كويس، لان معلش برضو يعني احنا النادي الاهلي او في انديه كتيره بتلاعب مثلا اكاديميه او بتلاعب كذا، بتبقى الفوارق كبيره جدا، بتلاقي ماتشات 10 8 7 دي مش هتنص يعني في الاخر خالص، مش هتفرز لك لعيب كويس. مسابقه قويه لما حتى لو بيستفيد من النواحي الفنيه. انا ما عنديش ادنى مشكله ان انت شارك، دي مرحله سنيه، خلي القاعده كبيره، ما فيش مشكله، كل الاكاديميات اي حد عايز يشارك شارك، بس انتقي بعد كده اهوت الفرق اللي هي مؤهله ان هي تقدر تعمل مثلا زي دوري سوبر او دوري قوي او دوري منطقه او دوري زي ما زمان كنا بنلعب القاهره والجيزه مع بعض. كانت بتفرز برضو انديه كويس، لو خدت اربع فرق من هنا او اربع فرق من هنا او ثمان فرق او ثمان فرق بتعمل برضو مسابقه كويسه. مع عدد السنين مع الاولاد وهو بياخد مسابقه تحت قويه بتفرز لاعب كويس. طيب كابتن كريم، في المراحل السنيه 2010 انا بتكلم في ولد عنده 10 سنين، موضوع بقى التزوير والتسنين والاجسام الكبيره بيفرق في السن ده؟ طبعا يا كابتن. بتقابلوا انتوا الحاجات دي في المسابقه؟ طبعا بنقابلها كتير، وانا لسه مدي حضرتك مثل بفريق بيفرق طبعا. يعني ده في لو انت ولد مواليد 2010 في اول السنه، ولد مواليد 2010 في اخر السنه، بيفرق طبعا في فنيا وبيفرق عقليا جسمانيا طبعا بيفرق. انما احنا بنشتغل على الكوره وبنشتغل على اللعب الجماعي، فطول ما انت بتلعب كوره ما بتحطش نفسك في مقارنات او ما بتحطش نفسك في منافسه مع الولد في حته القوه والسرعه، انت بالكوره وبمخك ممكن ان انت تتعدى الحاجات دي يعني. انما الموضوع ده منتشر بقاله فتره يا كابتن، ودي لازم الناس المسؤوله ان هي لازم الناس المسؤوله ان انت بتظلم اللعيب اللي هو اصلا سنه 2010، وبتظلم اللعيب اللي هو مسنن ان هو لما بيجي يلعب مع الناس اللي من سنه ما بيقدرش يجاريهم. بس طيب. انتوا طبعا متابعين معانا العقوبات ولجنه التظلمات والاتحاد المصري وقالوا استنادا للفيديوهات وقناه ابو ظبي. معانا دلوقتي الاستاذ يعقوب السعدي، يعني تويته الاستاذ يعقوب السعدي كتبها حالا دلوقتي، بيقول الاستاذ يعقوب السعدي: اندهش من اقحام اسم ابو ظبي الرياضيه فيما يدور من سجال حول عقوبات للاعبي الاهلي والزمالك بعد لقاء السوبر. قولا واحدا: لم نقدم اي لقطات او صور او شرائط لاي احد عن المباراه أو ما حدث فيها، ولم يطلب منا أحدا هذا الطلب. ما تريدونه عرضناه على الهواء، ولسنا طرفا في الأحداث. ده كتبه حالا الأستاذ يعقوب السعدي، ومن قبله الأستاذ كابتن خالد بيومي ردا على لجنة التظلمات واللجنة الخماسية بالاتحاد المصري اللي قالت إحنا استندنا إلى فيديوهات أو إلى شريط المباراة من قناة أبو ظبي. الأستاذ يعقوب السعدي بنفسه وطلع قال اللجنة الخماسية ولجنة الظلمات وديا أو رسميا لم نقدم لهم أي شيء ولم يطلبوا منا أي شيء. نقول الكلام ده عشان يبقى الحقيقة أو الأمور واضحة أمام الجميع. أستكمل برضو الحوار مع ضيوفي عن المشاكل اللي بتواجه فريق 2010 أو عموما البراعم والمواهب الموجودة في مصر. اتكلمنا عن موضوع التزوير والتسنين، عايز أروح برضو لقضية تانية دايما بنتكلم عنها هنا في برنامج الاشبال كابتن حسين، الملاعب. النهارده لما تروح تلعب في ملعب، انا ما شاء الله عندنا الملاعب في النادي الاهلي ما شاء الله ملاعب ممتازه، سواء النجيل الطبيعي او النجيل الصناعي، بس اكيد بتطلعوا تلعبوا المهرجانات بره المباريات في المقاولين. المقاولين بس ما تلعبوش في المباريات. لا احنا المباريات بتاعتنا بنلعبها كلها في المقاولين، يعني المجموعه بتاعتنا في المقاولين. مهرجانات هي مقاولين والاهلي بس. مقاولين لا، في احنا المجموعه بتاعتنا 2010 منقسمه مجموعتين. مجموعه الاهلي مين؟ ما تقول لنا كده مجموعه مين؟ المجموعه بتاعتنا الاولانيه لما جينا بدانا كان معانا ترانسفورما، كان معانا المقاولين العرب، كان معانا الشرطه، كان معانا طلائع الجيش. كان معانا المرج. دي المجموعه اللي هي كنا 8 فرق. المجموعه الاولانيه بتلعبوا في الاهلي وفي ملاعب المقاولين بس؟ لا احنا المجموعه دي
كنا بنلعب في لا في المقاولين العرب. في المقاولين العرب في مجموعه ثانيه اللي فيها انبي، كان فيها انبي بقى وتقريبا دجله والشمس، دجله والشمس والاتصالات المجموعه الثانيه. بيحصل تصفيات بعد كده؟ لا ما بيحصلش تصفيات، بس هم دلوقتي يعني تقريبا بيجيبوا الفرق اللي هي كانت معانا احنا بيودوها في الانبي، لان بانبي بيلعب في ملعبه في انبي، والفرق اللي كانت موجوده مع المجموعه الثانيه بتيجي عندنا، بحيث ان انت احتكيت بكل الفرق بالظبط، وده افضل واحسن. طب عايز اخدك بقى لنقطه اولياء الامور. ايوه اكيد ولي الامر ليه دور مهم جدا زي دور المدرب. طبعا بالعكس كمان ممكن يعدي دور المدرب. انت النهارده كمدرب بتاخد الولد عندك في الملعب ساعه او ساعتين، دور ولي الامر في التغذيه، في المذاكره، في الدروس، في توجيه ابنه، التعامل زي مع اولياء الامور، خاصه ان ساعات بيبقى في اولياء امور كمان صعب. يعني بلغه الكوره صعبين ومتعبين شويه. صح. بص اقول لحضرتك حاجه، اولياء الامور بتختلف، في ناس بتبقى يعني ايه متفهمه، هو عارف المكان اللي هو فيها ابنه فين في النادي الاهلي، او عارف المكان اللي المدرب معاه موجود فيها، شايف بعينه ابنه في ازدياد ازاي، في تطور ازاي. في ناس بتبقى يعني صادقه مع نفسها، وفي ناس بتبقى الامور صعبه شويه، ان هو برضو ابنه ومعذور وكل حاجه، بس المفروض ان الامانه في الـ في الـ في الـ في نظرتك لابنك ما تبقاش على حساب حاجه تانية. يعني لو ابنك لسه وجاي، ودي شيء طبيعي ان الولاد فيه فروقات في المهاره، في القوه، في السرعه، في الاداء، في الكلام ده كله، احنا قلنا يبقى في مبدا في الاول خالص اللي هو مبدا ان انت بتطور ولد، دي مرحله تعليميه ومرحله تاسيسيه، انت بتاسس ولد زي كي جي 1 وكي جي 2، انت بتهيئ الولد ان هو يخش مدرسه. هي دي القصه بالظبط بالنسبه لنا. مين بيلعب دلوقتي مين ما بيلعبش دلوقتي ده مش موضوع. انت تبص اهم حاجه لابنك هو بيتطور ولا ما بيتطورش. هي ده الاهم، اللي انت يعني لو انت بقى عايز مصلحه في ابنك فعلا، انت تبص لابنك بيتطور ولا ما بيتطورش. ابنك محلك سر ولا بيقل، ولا ايه الموضوع؟ في اولياء امور بتبقى متفهمه في القصه ديت، وفي ناس في اولياء امور بتتعب مع اولادها وبيجوا من محافظات وبيبقوا تعبانين جدا مع 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 اولادهم. وفي اولياء امور بقى بتبقى الامور بالنسبه لهم صعبه، يعني بيصعبوا الامور على 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 المدرب وعلى الولد نفسه وعلى نفسهم. انت مع ولي دخل دايما بينصح ابنه فنيا؟ لا طبعا، يعني فنيا سيبها للمدرب. بص اقول لحضرتك حاجه، في اولياء امور مسيطرين على اولادهم بشكل بيأذي ابنه هو ما يعرفش. يعني احنا مثلا ممكن نبقى في التمرين او في المباراه والكلام ده كله، انت ولد بيلعب والكلام ده كله، وتلاقيه بيبص بين فين؟ بيبص لباباه بره، او بياخد رد فعله سواء ايجابي او سلبي من باباه، لان والده بيوجهه او بيتكلم معاه في الكوره كتير، وده شيء صحيح. حضرتك مش متخصص، لو حضرتك متخصص خد ابنك حضرتك انت مرن. ولا كلامي غلط؟ لا لان في حاجه هو مش واخد باله منها، انت بتدي تعليمات لابنك، والمدرب بيديله تعليمات، والولد المفروض ان هو يكون صاحب قرار. طب لما يبقى في قرار في الملعب هو هياخد انهي قرار فيهم؟ انت شتتت الولد. يعني احنا لما بيجي نشتغل انا وكابتن كريم بنيجي نشتغل، بندي كل العناوين وبندي كل الحلول للولد، وفي الاخر بنقول له ايه؟ انت صاحب القرار. طب نصيحتك لولي الامر يبقى متخصص فيه او يخليه في ايه، خاصه ان منه لسه صغير؟ هو يفهم، لازم يفهم كويس جدا ان المرحله دي مرحله تعليميه. اكم مننا احنا ناس كتيره جدا، وكان معاك في فرق وفرق عندنا. كان في ناس بتلعب في الناشئين وما وصلوش بعد كده الدرجه الاولى، ما تاسسوش كويس، وكان عندهم مشاكل، واولياء امور عملت لهم مشاكل لاولادهم. واخد بقى حضرتك ازاي؟ انت في النادي الاهلي، افضل نادي في افريقيا وفي الشرق الاوسط وفي مصر وفي كل مكان، والمدربين ما شاء الله المدربين يعني على 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 درايه، وناس متعلمه، وناس بتذاكر، وناس حافظه. واخد بال حضرتك؟ وهم شغالين في المكان ده، هم عارفين عايزين يوصلوا الولد لايه. اكبر سعاده للمدرب او بالنسبه لنا احنا في شغل البراعم دوت، ان 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 انت بتمسك ولد من مرحله بتاخده لسه بسم الله الرحمن الرحيم بيبدا كوره، وبعد كل شهر انت بقى القدر، انت اللي بتبص النتائج كام. بالظبط. دي مش كتير بيبص عليها، او ما لازم يفهم ولي الامر ان المرحله دي مرحله تعليميه. تمام. مش مرحله ان ابني يبقى اساسي او بيلعب او متقيد او لا. المرحله دي سيبك من الكلام ده كله خالص. لازم تبقى صادق مع نفسك ان دي عماره بتتبني، وانت بتفحت الاساس بتاعها لازم تعمل لها اساس كويس. وانا معاك ان هي دي اصعب مرحله كرة القدم، هي العملية انك بتبني من تحت. لو البنى صح مظبوط ومؤسس صح، اكيد تعمل اعلى شغل بعد كده في الاعمار السنية الكبيرة. كابتن كريم عايز اخدك بقى، وانت دايما بتتكلم مع اللعيبة الصغيرة، بتضرب لهم مثلا دايما بالفريق الاول في مباريات بيكسبوها في الدقايق الاخيرة، في اللحظات الاخيرة، في الوقت
الضايق يعني دايما بيبقى في حديث مع الصغيرين ولا لسه شويه عليهم الكلام ده؟ لا 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 يا كابتن، بنتكلم معاهم في كل حاجه، هم يعني على درايه وعندهم وعي كويس. يعني بيفهموا الكلام اللي احنا بنتكلمه. انا في الاول كنت يعني بقعد، اول ما ابتدات مع الكابتن حسين السنه اللي فاتت طبعا فريق 2009 وسنه 2010 كنت بقعد ابص له ازاي بيتعامل مع الاولاد. يعني هو طبعا كابتن حسين راجل ليه باع كبير في التدريب الاجبال والناشئين والشباب والفريق الاول، فتعلم منه ازاي بيتعامل مع الاولاد. انت برضو يا كابتن الموضوع صعب، انت برضو زي ما الكابتن حسين قال بتعلم غير الكوره سلوكيات، ازاي تتعامل مع زميلك، ازاي تحب زميلك. احنا فرقه جماعيه، ما فيش حاجه اسمها لازم يبقى في انكار ذات، ما فيش مين اللي جاب الهدف، اللي بيعمل الهدف هو اللي دايما بالنسبه لنا اهم. كل المفاهيم كل المفاهيم دي. فهو احنا كابتن هي حاجه سبحان الله، اللي بيخش النادي الاهلي ده زي ما انت عارف يا كابتن طبعا. بيلعب لحد اخر ثانيه، بيلعب لحد يعني اخر ثانيه، يعني بيكلموا اللعيبه فيها. يعني مثلا الولد الصغير تيجي مثلا تضرب له مثلا تقول شوف اللعيبه امبارح في مباراه امبارح النادي الاهلي كان متعادل او خسران وفاضل خمس دقايق وبيلعب وبيحقق الماكس، بتتكلموا معاهم في الكلام ده؟ بنتكلم معاهم في كل حاجه. هو الولد اصلا بيبقى جاي، يعني دلوقتي يا كابتن انت عارف طبعا السوشيال ميديا والقنوات زادت والمباريات بقت بتتذاع غير على ايامنا احنا برده شويه، فالولاد اصلا متابعه لوحدها كويس. فعندهم حته الروح واللعب على المكسب دي من اول دقيقه لحد اخر دقيقه لوحدهم. بس احنا برضو ايه اللي هو تذكره، لان السن ده برضو يا كابتن يعني تيجي تتكلم مع الولد في المحاضره تلاقيه بيرد ومتجاوب معاك جدا، بينزل الملعب تلاقيه سرحان، الضغوط اللي عليه في الملعب، السن وان المسابقه وفي حكم وفي جمهور فبيسرحوا، فانت طبيعي ان انت على طول بنشيل الضغط من عليهم، وانت دايما واقف على الخط بتذكر بس بتتكلم دايما ان انت دايما التعليمات، وان انت دايما تخليه واقف مركز في الملعب باستمرار، لان لما بيجي عليك وقت انت بتبقى بتقعد مثلا اربع خمس دقائق ساكت في الملعب عايز تشوف الولد هو فكره ايه، هو وصل لحد فين من التدريب، من قدرته في الاستيعاب، ممكن تلاقي الموضوع يعني زي ما بيقولوا هرب كده، والموضوع بقى الى حد ما في نسبه عشوائيه صغيره، فتحس ان احنا واقفين بره الكابتن حسين وانا معاه طبعا اكننا ماسكين ريموت كنترول، ارجع دافع هاجم باصي شوت امشي، دايما في توجيهات. بس هروح للكابتن حسين، بس قبل بقى ما نروح عايز اسالك عن محمد صلاح، نروح للكابتن هشام عبد المنعم المدرب العام لمنتخب الشباب. تحياتي ليك يا كابتن هشام. تحياتي لحضرتك يا كابتن اسامه، وتحياتي للكابتن حسين شكري والكابتن كريم عادل، بيسلموا عليك كتير. وقول لنا بقى يعني في الاول بنبارك لك طبعا على اداء رائع ونتيجه امام الجزائر في افتتاح بطوله كاس العرب، التعادل امام السعوديه 2-2، بكره ان شاء الله لقاء منتخب مصر مع فلسطين اخر الاستعدادات. والله طبعا ابلغ لك تحياتي للبعثه كلها والكابتن ربيع وبلاد الفلسطيني والمنتخب ان شاء الله. يعني احنا الحمد لله يمكن قفلنا صفحه بعد ماتش السعوديه، قفلنا صفحه ومن ثاني يوم بدانا نعمل طبعا في مجموعه استشفاء وفي مجموعه تدريب، والنهارده برضه اتمرنا التمرين النهائي، بكره ان شاء الله. والكابتن حاليا يمكن في محاضره مع اللاعبين، كان قبل كده برضه قاعد معاهم الدكتور جمال محمد علي رئيس البعثه، والحمد لله يعني المعنويات كويسه، وان شاء الله بكره باذن الله ربنا يكرم كده ووفقنا كده ونكسب المباراه، وان شاء الله برضو نتاهل اول مجموعه باذن الله. ان شاء الله المباراه بكره الساعه كام يا كابتن هشام مع منتخب فلسطين؟ المباراه الساعه 3:30 بتوقيت السعوديه، 2:30 بتوقيت القاهره كابتن اسامه. 3:30 بتوقيت القاهره. منتخب فلسطين منتخب فلسطين لم يفز في اي مباراه من خلال يعني من بدايه البطوله. منتخب فلسطين ممكن يكون يعني منتخب في المتناول ان شاء الله نقدر نفوز، ممكن يكون في تعديل في التشكيل بكره، ناس ما خدتش فرص تاخد فرص بكره، ولا برضه كابتن ربيع برضه هيبدا بالتشكيله الرئيسيه والمباراه برضه هياخدها بشكل كبير وشكل جدي؟ لا والله احنا يمكن واخدين المباراه برضه، يمكن عملنا التغيير يمكن في 2 لعيبه فقط، لان برضه منتخب فلسطين يا كابتن اسامه هو يمكن اول مباراه ما كانش معاه حوالي اكتر من 7-8 لاعبين ما جوش معاه الماتش الاولاني اللي هو بتاع السعوديه، عشان كده كانت الهزيمه تقيله شويه 4-0، لكن لما يمكن ادخل العناصر الاساسيه بتاعته كان المباراه كانت لعب ماتش مع الجزائر، يمكن الجزائر كسبت بصعوبه 1-0. لكن احنا طبعا انت عارف ما فيش ماتش سهل وماتش صعب، احنا برضو الماتشات السهله دي ممكن تخوف اكتر يعني، لكن هم اللي هم مش باكين على حاجه يعني، لكن احنا يبقى فيه برضه ان شاء الله نحاول باذن الله ناخد الامور بكل جديه، وعشان كده ما حصلش تغيير كتير في التشكيل يعني. يعني بكره ان شاء الله واخدين المباراه بشكل جدي وشكل قوي، يعني كل اللعيبه الاساسيه موجوده بكره باستثناء 2 لعيبه. طب
طبعا، لان حضرتك برضو مباراه السعوديه والجزائر برضو فيها حسابات، يعني فيها اكتر من حسابات، يعني مين ممكن الجزائر لسه في موجوده في البطوله، والسعوديه برضو، فلازم ان شاء الله باذن الله المباراه ناخدها بكل جديه ان شاء الله. في استفاده كبيره فنيه من البطوله دي، واكتساب للعيبه خبرات، وايضا الجهاز الفني للوقوف على التشكيله الرئيسيه يا كابتن شام. طبعا يا كابتن اسامه، يمكن البطوله بصراحه تنظيم على اعلى مستوى، يمكن الاتحاد العربي برضه حاجه جميله، يعني منظم بطوله من 16 دوله على 4 مجموعات، يعني بصراحه التنظيم على مستوى عالي، واغلب الدول برضه موجوده دول قويه، وفيها استفاده كتير، يعني لان احنا برضه في لعيبه يمكن حوالي اكثر من 5 6 لعيبه اساسيين. يمكن الكابتن ربيع ما حبش يجيبهم معانا برضه، عشان يمكن ما تشوفش كل اوراقه في البطوله. وبرضه هم بيستفيدوا، بيلعبوا في الدوري الممتاز مع انديتهم. فيمكن برضه احنا في اكتر من عنصر بنستفيد منه، او اكتر من لاعب برضه مدينه له فرصه في البطوله دي، على اساس برضه عندنا البديل اللي يكون برضه لعيبه على اعلى مستوى ان شاء الله. اول مباراه رسميه ان شاء الله هتكون في شهر كام؟ والله يا كابتن اسامه ان شاء الله تقريبا في شهر 10 او 11، لسه ما اتحددتش بالتحديد، يعني لان نظام البطوله السنه دي يا كابتن اسامه اتغير، يعني هم الاول كان بيبقى فيه دورين تمهيديين مع دول من يعني المستوى الثالث في افريقيا، لكن حاليا عملوا نظام الزون. هتبقى مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب. ودي طبعا هتبقى في احدى الدول تقريبا، احتمال لا تونس ولا الجزائر هم قدموا لغايه الان. يعني ان شاء الله يعني وصل بقى تحياتنا للكابتن ربيع ياسين، نتمنى له ان شاء الله التوفيق وكل البعثه ان شاء الله، وترجعوا بكاس البطوله ويكون في استفاده فنيه. بنشكر الكابتن هشام عبد المنعم المدرب العام لمنتخب الشباب اللي دلوقتي بيلعبوا بطوله كاس العرب في المملكه العربيه السعوديه. كابتن حسين، عايز اخدك بقى لمحمد صلاح. محمد صلاح ما شاء الله عامل حاله في كل قطاعات الناشئين في مصر. ازاي بقى اللعيبه عندنا بتتفرج على محمد صلاح، دايما كلامه مع محمد صلاح، خاصة ان هو لاعب مصري خرج من قطاع الناشئين بالمقاولين، ما شاء الله وصل دلوقتي العالمية، بيفضل بيلعب في افضل اندية العالم. زي ما هنقول بقى ولي الامر او الولد، لما هتيجي تبص لمحمد صلاح، قبل ما تبص على محمد صلاح وهو نجم دلوقتي، لا بص على محمد صلاح نشأ ازاي، استحمل قد ايه، تعب قد ايه، اشتغل على نفسه قد ايه، كان متغرب وسايب اهله في مكان وهو في مكان هنا قد ايه، عنده هدف، سعى ليه وتعب ليه واتمرن وشقي عشان يوصل يبقى دلوقتي محمد صلاح. انما في معظم الناس هو عايز محمد صلاح دلوقتي، هو بالشكل اللي هو فيه ده. يعني انت عايز تقول للناس شوف محمد صلاح قبل دلوقتي. عشان توصل لمحمد صلاح كان في كذا خطوه قبل كده، في 10 خطوات 5 خطوات مزبوط. عشان توصل لمحمد صلاح مزبوط. لا، عيش الاول ال5 6 خطوات او ال10 خطوات دول عشان توصل لمحمد صلاح. تمام. ومفيش حاجه بعيده على ربنا، ربنا قادر على كل شيء. على قد ما انت هتتعب، على قد ما انت ما هتشقى، على قد ما ربنا هيديك، ممكن يديك اكتر من محمد صلاح. يعني واخد بال حضرتك ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى من اسماء العدل. طول ما انت شقيت وتعبت، حتى لو ما حدش شايفك، حتى لو المدرب مش شايفك دلوقتي، حتى لو وقت من الاوقات ربنا سبحانه وتعالى هيديك حقك. واخد بال حضرتك ازاي؟ فقبل ما تبص لمحمد صلاح والحاله اللي فيها محمد صلاح او اي نجم تاني غير محمد صلاح، بص هو تعب قد ايه وشقي قد ايه واستحمل قد ايه عشان يوصل للي هو فيه ده. تمام. لكل مجتهد النصيب زي ما بيقولوا كده بالظبط. واخد بال حضرتك ازاي؟ فشقى واتعب وحافظ كويس قوي، وخلي عندك طموح وخلي عندك هدف واشتغل عليه عشان توصل لمحمد صلاح او ايا كان. وانا اتفق معاك طبعا، طول ما الولد عامل لنفسه هدف بالظبط، يعني هدف على المسافه الطويله وبيسعى له، ان شاء الله يعني هيوصل له. واكيد محمد صلاح فتح الباب لكل الناشئين الموجودين في مصر. اخيرا كابتن كريم، عايزك تقول لي بقى اسماء اللعيبه المميزه في 2010، عايزين الناس تبدا تحفظ بقى كابتن حسين، يعني ايه تقول لنا حتى لو كل اسماء الفرقه، بس تبدا الناس تعرف ان فعلا عندنا مواهب في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. لا، في لعيبه مميزه كتير جدا في النادي، عندنا ياسين تامر، عندنا حسن رامي، عندنا ادهم محمد سمير، عندنا ابراهيم نبيل، ادم انسي، ادم عمرو، عمر شريف، فتح الله عماد، مصطفى احمد، عندنا لعيبه مميزه كتير جدا. اسماعيل مصطفى، عندنا في حراسه المرمى طبعا برضو لازم
اتكلم على الكابتن طارق عبد المجيد مدرب حراس المرمى، تعبان على الحراس جدا، عندنا خمس حراس يعني هو شغله باين على الخمس حراس. بيلعب حضرتك انت عارف ثلاث حراس في المباراه، احنا بنلعب ثلاث اشواط في المسابقه بتاعتنا. اي حارس مرمى بيلعب بيبقى مطمنا يعني، بنشيل حمزه بيلعب، يحيى بيلعب، محمد عبيد بيلعب، اي حد احنا مطمنين والمستويات متقاربه. طبعا هو عامل مجهود مع الحراس كويس جدا. بس وانا مش عايز انسى حد طبعا، ما في لعيبه كتير جدا مميزه. مش حد يا كابتن حسين، ده هو غلط. غلط ايه بقى؟ قول لي. هو احنا يعني من المبدا عشان هم اولاد صغيرين والكلام ده كله، احنا اكيد هننسى، هننسى حد، فما بنحبش ان احنا نقول دايما اسماء والكلام ده كله. كابتن كريم وكابتن حسين، انت بقى يعني قول لي بقى، انت لو في حد نسيه قول لنا بقى. لا هو في لعيبه طبعا، هو معظم اللعيبه اللي موجوده معانا انا في مروان وفي صديق وفي كريم اشرف، كريم اشرف وفي الديب وفي منعم وفي محمد عمر شريف ومحمد شريف، ياسين زغلول، مالك الصاوي، شريف الصاوي، في ولاد كتيره جدا. ان شاء الله قريب قريب في خلال كام سنه نشوف كل اللعيبه الكابتن حسين وكابتن كريم قالوها ان شاء الله يكونوا موجودين في الفريق الاول ويلعبوا كمان لمنتخب مصر. شرفتنا ونورتنا يا كابتن حسين. ربنا يخليك، متشكر يا كابتن اسامه. شرفتنا ونورتنا يا كابتن كريم. ربنا يخليك يا كابتن اسامه، متشكر جدا، وان شاء الله اتمنى اكون ضيف خفيف، وبشكرك ان انا اتاحت لي الفرصه ابقى في قناه النادي الاهلي برنامج كبير زي برنامج الاشبال معاك، وبالتوفيق دايما ان شاء الله. نورتونا وشرفتونا. في النهايه بشكر ضيوف النهارده كابتن حسين شكري وكابتن كريم عادل عبد الفتاح. نشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي على الف خير وحلقه جديده من الاشبال. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.